20 هذه مناسبة غالية علينا ومناسبة راح تكون متواجدة بكل حب بكل روح وطنية عبر قناة الواقع إن شاء الله، وراح نتشارك فيها مع المتسابقين جميعا. يوم الأربعاء 22 راح يكون إجازة لكل المتسابقين وراح يخرجون 24 ساعة. الله 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 الله. بعد 11 يوم نتكلم في يوم التأسيس يوم 22 تمام، فراح تطلعون يوم 24 لان راح يكون في إجازة، اللي بيروح يشوفها لا اللي واحد. بيعيش الاحتفالات يوم واحد صادف اي وزيادة. يوم الأربعاء يوم الأربعاء إيه. يوم الأربعاء يوم 22 يوم 21 إجازة يوم واحد ها سم حلو حلو وشو الخميس ما اسمع ما اسمع دقيقه علي سم نسمع 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 ما نسمع تسمعني اسمعك اسمعك قول يا ولد انت ومحمد منصور تقولوا الوليد ما يبكوا في الشروم وليد والله خلص وقتنا اسمع لا بعلق بعلق والله اسمعني وليد 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 اسمعني انا مودر اني اقرب من زرار الثوب لك انت محمد منصور يعطيك العافيه.